السلام عليكم. دلوقتي هنشوف مثال على العمل على فيجوال ستوديو كود. اول حاجه هعملها ان انا هقول له عايزين نتبع كلمه برنت وجمله هلو وورلد، لان انتوا عارفين القانون، اي لغه برمجه لازم تبدا بهلو وورلد بين علامات تنصيص كده. هقول له هلو وورلد، تمام، واقول له من هنا هقول له انا عايز اعمل ران، ومش لازم نحط العلامه دي، سيمي كولن، اقول له رن، ابدا يجيب لي هلو وورلد. طيب هقول له دلوقتي عندي الاف بتساوي هاي وورلد برنت اف، واقول له رن، هيطبع لي الاثنين. طيب لو انا قلت له بقى الاف ديت عايز تجمع لي معاها، هنشوف بقى الغلط اللي هيحصل دلوقتي. تمام، لو انت كتبت كلمة هنا، تمام، وقلت له run، ما عندوش مشكلة خالص. تمام، هو اعتبر ان ده str string، اعتبر ان ده نص. طيب لو شلت علامة التنصيص ديت اعتبرها ايه؟ اعتبرها انتجر، فعندي انتجر وسترينج مش هيقدر يجمعهم. طيب الحل بتاعها ايه؟ هو انا ما قدرش يجمعهم، قال لك عندي مشكله مش هقدر اجمع الانتجر مع السترينج. اقول له str وبين قوسين دوت، هقول له ايه، خد ال الرقم دوت حوله ل str، فاقول له تاني، هتلاقي المشكلة اتحلت. طيب لو انا عايز اعرف دالة دي اف واديها اي اسم، وليكن مثلا اي اس دي، تمام، وادي له النقطتين عشان يعرف ان الدالة تيجي والقوسين بتوع الدالة. طيب هاجي هنا بعد كده هقول له مثلا عندي متغير، وليكن مثلا الار بتساوي بتساوي مثلا هاي، واقول له برنت الار الار، تمام. بعد كده هروح استدعي الدالة ديت واقول له اي اس دي، واقول له الدالة ديت، تمام. طيب اجي اقول له رن، فطبع لي اول جملة، وبعد كده تاني جملة، خد الاف وحطها وطبعها، وبعد كده الدالة اللي احنا عملناها ديت طبعا كلمة الهاي دي. طيب لو انا جيت دلوقتي وقلت له برنت الار، اتباع الار تاني، تمام، قال لك ما عنديش حاجة اسمها ار، خدت بالك ليه؟ لان هنا متعرفة جوه دالة الاي اس دي، لما يخرج من دالة الاي اس دي ما يفهمش ايه الار ديت، تمام، هيقول لك في مشكله، يقول لك الار دي انا اول مره اشوفها. طيب الحل بتاعها ايه؟ الحل بتاعها ان انا هقول له جلوبال ار، يعني خلي الار دي متعرفه في البرنامج كله مش بس جوه الداله ديت، وهقول له ران، خلاص مره تبع الار اللي هي جوه الداله اللي اسمها اي سي دي، ومره تبع الار من بره الداله لان انا عرفتها على انها